نستأذنكم بهذه الاتصالات وناخذ اتصال الأخ عبد الرحمن من الطائف. تفضل أخي عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ارفع صوتك شوي عبد الرحمن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السؤال الأول، بغيت أسأل، أنا أدرس في الجامعة وأبقون معي. نعم، ارفع صوتك. وكلها يستشيروني فالأستاذ الجامعة الدكتور، يقولون ايش رايك في هذا؟ اقول هذا سيء الخلق، شرح ما هو طيب، لان المستشار مؤتمن وفاطمه بنت قيس استشار، يعني فاطمه حديث فاطمه بنت قيس، هل هذا يجوز اني اتابع الاستاذ لانه طالب يستشيروني المستشار مؤتمن؟ طيب، تفضل يا شيخ صالح. شيخ صالح، سمعت السؤال؟ ما سمعت السؤال. يقول بأنه الشيخ صالح يدرس في الجامعة ويسأل مثلا عن هذا المحاضر أو هذا الأستاذ، فيقول هذا طيب وهذا سيء، وهل هذه من الأمانة؟ نعم. يقول بأنه يدرس في الجامعة ويسأل من قبل الطلاب يا شيخ صالح عن المحاضر أو المدرس، فيقول هذا طيب وهذا يعني مقصر، هل هذه من الغيبة أو من نعم، على الطالب أن يتأدب مع المدرس لأجل أن يستفيد منه، ولا يكون همه الكلام في المدرسين وهذا جيد وهذا مقصر وهذا، بل عليه أن يتأدب مع المدرسين ليستفيد من علمهم، وإذا استغلق عليه شيء من الدرس فإنه يسأل عنه المدرس، هذا هو شأن الطالب مع معلمه، ولا يسيء الأدب مع معلميه، ولا يكون بمجرد أنه يوازن بين فلان وفلان يمدح هذا ويذم هذا، هذا لا يجوز في عموم المسلمين، فكيف بالمدرسين والموجهين؟ وإذا احتقرت المدرس لم تستفد منه، والمدرس له فائدة مهما كان، له فائدة فتستفيد منه وتتأدب معه وتسأله عما أشكل، ولا تجامله في السلام. أن تقول إني فهمت وأنت لم تفهم، بل راجعه في ذلك، وليس في هذا حرج، بل هذا يدل على رغبتك وعلى تقبلك للعلم. نعم.